سلام حبيباتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وان شاء الله نهاركم فاتين. لاول مره يدخل القناه تاعي نقول لك يا اهلا وسهلا مالك غير زر ابوني وتفعل الزر باه يلحقكم الجديد، واللي راهم ابونين معايا نقول لكم نحبكم بالبزاف 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 وشكرا على الدعم تاعكم. الوصفه تاع اليوم يعني طلبتوها مني بزاف اللي هي تاع سمين الخدود. في الوصفه هذه نحتاجو غير مكونين اللي هما خميره كيميائيه اللي راهي موجوده، خميرة تاع الخبز عفوا اللي راهي موجودة يعني في كل منزل، ونحتاجو ياورت ناتير. تبعوا معايا الوصفة ودعواتكم برك وان شاء الله تنجحلكم. راح نجيبو صحن اللي راح نخلطو فيها، راح نحطو خميرة كيميائية، نحطو 3 ملاعق صغار وراح نجيبو ياورت ناتير هذيك مغرف ونبقاو نحركو. يعني مغرف وحده كافيه مع 3 مغارف ها هيك، ونخلطو مليح. بعد راح نجيب الخدود هذوك ونجيبو الخميرة اللي درناها ونبليكيوها على الخدود. بالطريقة هذه وبالطريقة هذه نبليكيوها على جهة الخدود اللي حابين نسمنوهم. هذه هي البنات كما راكم تشوفوا. هنا يا البنات المدة اللي راح نستعملها، راح نستعملها كل 3 أيام، يعني بعد كل 3 أيام ندير مرة. النتيجة راح تبان بعد 4 مرات ولا 3 مرات فقط، راح تشوفي اختلاف يعني الخدود تاعك انتفخوا. ولكن الطريقة هذه يعني ما نستعملوهاش ديما، مخاطرش كيما على بالكم الخميرة نتاع الخبز ماهيش مليحة كي نستعملوها ديما، راح نديروها غير مدة اللي نحتاجوها فيها. بعد نقعدوا بها 10 دقائق، بعد ما نقعدوا بها 10 دقائق ولا 8 دقائق حسب ما تحسيها بدات تنشف ولا بدات يتضبط وجهك راح نغسلوها. درك نغسلوها ونملي. هنا يا البنات بعد ما كملت وغسلت وجهي كما راكم تشوفوا الماء بارد راه احمر، بعد ما كملت راح ندير مرطب يعني سورتو لي وجهها ناشف، ما خاطرش كي تحطي الخميره وناتير يعني راح تيبس على وجهك، على هذاك لازم ديري مرطب اللي راح تستعمليه. بالنسبه لي انا المرطب اللي نستعمله نستعمل نيفيا سوفت. هنا يا البنات كاينه حاجه نسيت ما قلتها لكمش، يعني من الاحسن في الليل انك تشربي كاس حليب وتاكلي ناتير هذيك اللي خدمتي بها، واذا انك ما تحبيش الحليب كلي ناتير ولا ديريهم في زوز. هو من الاحسن انك تشربي كاس حليب وناتير تاكليها قبل ما ترقدي، يعني هذه الطريقه راح تساعدك بزاف. تبعوا البنات الطريقه هذه ان شاء الله راح يكونوا عندكم الخدود كما تحبوا. لهنا وصلنا نهايه لا فيديو، نقول لكم نحبكم نحبكم بالبزاف، وما تنساوش تبارطاجيو لاشين هذه وديروا جيم اذا عجبكم لا فيديو. نحبكم بزاف ونتهلاو في رواحكم. باي باي.